ورجعنا بعد الفاصل، وزي ما شفنا في خلال الفاصل شفنا بعض الصور والفيديوهات للتكريمات وبعض الشعراء اللي كانوا متواجدين او المواهب عموما اللي كانت متواجده في الحفله. بنشكر كل اللي كانوا متواجدين، وبشكر شكر خاص للفوتوغرافر اللي جاء من المنيا مخصوصا للايفنت لغطيه تصويريا. ضياء انا بشكرك جدا، وبشكر كل واحد شارك في الندوه او الايفنت اللي احنا كنا عاملينه، وان شاء الله بنوعدكم بانجازات اكتر الفتره الجايه. نرجع تاني مع موهبه، لا هي مش موهبه، هي عندها موهبه 2 3 و4 ويمكن اكتر. اللي معانا النهارده رسامه ورسامه فنانه تشكيليه وشاعره وكاتبه وناحتها كمان. اللي معانا النهارده مع موهبه تضمن 5 في 1 1 في 5. الموهبه اللي معانا اسمها الاء. الاء منى بلال. منى بلال من المواهب النادره ان يكون عندها كذا موهبه ومحافظه عليهم. في مثل بيقول صاحب بالين كذاب، بس هي لغت المثل ده انها بقت 5 مواهب او اكتر يمكن ومحافظه عليهم. معانا منى بلال، هتعرفنا اكتر عن موهبها وهتتكلم معانا على كل موهبه عندها. ازيك يا منى، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. منى عرفنا عنك اكتر. اسمي منى بلال محمد منير احمد. طالبه في جامعه حلوان، كليه خدمه اجتماعيه سنه تانية. بدات الرسم من سن، نبدا الاول بالشعر. نبدا بالشعر. الشعر، انت فنانه شامله او موهبه شامله. تمام. الشعر ده كتابات وتفكير وحفظ او تاليف، انت ازاي بدات النقطه دي؟ هو انا بداتها من تانيه ابتدائي. أوه. كانت اول حاجه اكتبها كانت لماما، يعني من حب الماما فكتبت لها شعر صغير، قصيده عن الام. قصيده عن الام كانت وزنه قافيه كشكر ليها. كشكر ليها. أوه. بس يعني الشكر نثر او لا، هو كان شعر وزنه قافيه بس هي قصيده صغيره، يعني كانتش كبيره. دي كانت بدايتي في الشعر. سطرين ثلاثه مثلا؟ لا، 5 6 كده. شكر ليها كهدا ليها. بالظبط. جميل جدا، دي بدايتك في الشعر. دي كانت بدايتي في الشعر. تانية ابتدائي. هل استمرت بعديها؟ استمرت بعديها لغاية 6 ابتدائي كده. بس ما كنت يعني كتاباتي كانت على قدي. ما كنتش قوية فيها. جيت من اول بقى اعدادي بدأت اللي انا اتكي عليها، انميها واحدة واحدة. تنميها اكتر في الشعر بالزبط. والكتابة. بالظبط. هل تكتبي شعر بس ولا كتابات تانية؟ بكتب قصص قصيرة وكاتبة رواية، بس لسه ما نزلتش في معرض الكتاب، يعني ان شاء الله ربنا يكتب ان شاء الله وانزل حاجة. بكتب قصص قصيرة، كاتبة رواية، كاتبة، بكتب شعر عامي وشعر فصحى وايه تاني؟ طب الروايات؟ بكتب مقاطع نثريه، يعني بكتب حاجات نثريه. جميل. الروايات، هل ليكي لون معين في الروايات والقصص القصيره؟ لا، بكتب عن كله، يعني عن كل جميع الالوان. كل الالوان. جميل. بس بميل للخيال العلمي او الحاجات اللي فيها غموض. فانتازيا شويه. بالظبط. من الكتابه ننتقل بقى للرسم. للرسم، تمام. بدات الرسم امتى؟ بدات الرسم من بدايه اولى اعدادي. اولى اعدادي كنت برسم حاجات بسيطه في ابتدائي. اوكي، طفل يعني. بالظبط. بس كان رسمي ما كانش حلو. من اولى اعدادي بقى مدرسه الرسم، يعني بوجه ليها الشكر جدا، هي اللي وقفت معانا وكانت بتخش تشرح يعني كل اسس الرسم. كل بالظبط، يعني بتشرح الاساسيات على السبوره وبترسم لنا الاساسيات بتظبطها معانا، فدي اللي نمت فيا الحته دي. طب بعد ما اولى ابتدائي هل استمريتي في الرسم؟ اكيد طبعا. ايه اللي نمالك الرسم عندك؟ اللي نمالي الرسم اللي انا لقيت نفسي حباه، وكمان المدرسه حببتني فيه اكتر. فلقيت نفسي عماله ارسم لوحات، عماله ارسم لوحات، وايدي ابتدت انها تشتغل وتاخد على شغل الرسم. فبدات واحده واحده لقيت نفسي رسامه. طب هل خدتي ورش او كورسات رسم؟ خدت كورس اونلاين، والباقي بقى اللي هو فيديوهات من على اليوتيوب، اقعد اجرب حاجات مع نفسي لغايه لما لقيت نفسي تمكنت. طب ايه اول انواع الرسم اللي رسمتيها؟ اول انواع الرسم كان اللي هو الكرتون، سبونج بوب والكرتون. دلوقتي بقى الالوان او الانواع اللي بداتي تكتبيها كانت ايه من المعروضات قصادك؟ هو انا برسم بالوان كتيره، يعني برسم بالوان الرصاص، برسم قصدي سوري، برسم بالرصاص وبالفحم، وبرسم بالوان الميه والاكريليك والزيت. وبرسم بالبويه. برسم على الحيطه. وبرسم بالبن.
مش بالملح، بالبني. لا جميل جدا. طب ورينا الرسومات اللي معروضه قدامك. تمام، هو في رسومات هتتعرض. هتتعرض. نجهز الرسومات اللي هتتعرض دلوقتي، اللي هي هتتعرض على الشاشه. عمال ما يجهزوها هنشوف الرسومات اللي معاكي. اوكي تمام، دوت اعز شخص عندي يعني. هي دي الرسومات. دي رسومات. اوكي، دي كلميني عن الرسمه دي. الرسمه دي كانت حاجه خياليه. كانت من تبع كنت متفرجه ساعتها على فيلم خيالي، ولو بقى في حاجات خياليه كده وجو من الهدوء، فطلعت طلعت مني اللوحه دي. جميله جدا كمان. وفتاه الرسمه دي، دي عن معناها افتراق. باين من اللوحه. او عدم تفاهم بين الشخصين. ايه انواع الالوان اللي رسمتي بيها؟ دي كانت الوان اكريليك على الوان ميه. جميل. شوف اللي بعديها. اوكي، ده بورتري. ده بورتري. تمام. كلمين عنه. بورتري دوت واحده صاحبتي. ده عامله لها كهديه يعني. و انتولا بالظبط. بدات البورتري امتى؟ البورتري بداته من سنتين. هو بياخد يعني بياخد تدريب كبير جدا عشان توصل للمعنى دي. دوت نتكلم عن الرسمه اللي عدت. الرسمه ايوه دي. دوت اعز شخص عندي، فالبورتري دوت احلى بورتري طلع مني لغايه دلوقتي. البورتري ده احلى بورتري عندي. جميل. هو والشخص يعني. جميل. اللي بعد غروب الشمس. دي غروب الشمس، بحب منظر الغروب جدا، وبحب ارسم دايما حاجات فيها كده الغروب. جميل جدا. عصفورين. عصفورين على فرع شجره، ايه بتوحي من الحب والحنان والطمانينه وكده. جميل. هنا دي الصوره الاصليه. لا في الصوره الاصليه والبورتري بتاعها. لا ده مش البورتري بتاعها. ده ما انا عارف هيجي دلوقتي. دي برضو دي الصوره الاصليه. طيب. والبورتري بتاعها هيجي. ده البورتري بتاعها، نسخه طبق الاصل يعتبر. دي البورتري بتاع الرسمه الاولانيه. ده البورتري بتاع الرسمه بتاع الصوره الاولانيه اللي عدت. ده برضو الصورة الأصلية. دي الصورة الأصلية من الصورة اللي... هل الرسم خدتيه كجانب مهني؟ من الرسم مقابل مادي أو حاجة؟ هو يعني أنا قعدت فترة اللي هي آخر سنتين دول. لما تمكنت من شغل الرسم فيهم بدأت اللي أنا أشتغل على بيع البورتريهات. وخدتها كمهنة. بالظبط، وبقيت أبيع لوحات وببيع بورتريهات، بس طبعا على حسب الطلب. انا عامله صفحه على الانستجرام. وعلى حسب الطلب بيجوا لي ناس عايزه تترسم. تمام. هل شاركت في معارض قبل كده؟ شاركت في معارض كتيره جدا. زي معارض اللي هي بتبقى تبع المدرسه. بيجوا في حاجه اسمها معرض فني. المعرض الفني دوت تبع المدرسه، يعني كل المدارس بتقدم فيه، فدايما كنت بطلع بالمركز. النخبه الرسام، رسام كل مدرسه. بالظبط. وبياخدوا مننا لوحاتنا وبتخش تتقيم، وكنا بنتقيم دايما يعني. هل خدتي مركز قبل كده في المسابقات دي؟ خدت مركز تاني. وخدت في حاجه مركز اول، بس كانت ايام الدراسه. خدت مركز اول وتاني. هل حلمك تشاركي في معارض دوليه؟ اكيد ان شاء الله باذن الله. هل بتسعي للموضوع ده؟ في سعي لي انك تشاركي في معرض. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يتحقق لك النقطه دي. في سؤال حابب اساله لك كده، محير شويه. وانت في سن صغير حقيقي بداتي كل المواهب دي، ازاي بداتي تنسقي بينهم كلهم؟ هو نسقت لاني حابه الموضوع يعني، حابه الفن من صغري، وانا حابه الفن. وتربيت اللي انا دي مواهبي وانا عايزه انميها، اللي هو وكمان اللي حواليا محببيني فيها، يعني التشجيع من اللي حواليا محببيني فيها. اتنمت معايا من صغري، طالعه معايا. جميل جدا. ورينا الرسومات اللي انت رسمها وكلمين عنها. اوكي تمام. في بورتري برضو لنفس الشخص اللي اتعرض. بس دوت بالالوان، ده بالوان. وري الكاميرا. هي الكاميرا فين؟ قصادك. مش شايفه. دوت بورتري. بالالوان. بالالوان، الوان ميه على الوان اكريليك على بويه. تمام. طلعت مني اللوحه دي.
ده شخص حقيقي يعني واعز شخص عندي. ربنا يخليه لك يا رب. نشوف اللي بعديها. اللي بعديها دوت بقى كنت بجرب حاجه يعني كنت بجرب اشوف ايدي بجرب ايدي طلعت معايا رسمه بس ده شخص حقيقي يعني. ده ابو الشخص اللي هنا والده ما شاء الله جميله جدا. بس فكنت بجربها لقيت الصوره اتظبطت معايا فروحت مكمله الرسمه. هي الورقه كانت صغيره فانت كملت عليها. انت كنت كتجربه كنت بعملها كتجربه لقيتها طلع حلوه معايا فروحت مكمله. جميله ما شاء الله. اللي بعديها ثواني دي دي اللي هو بتتكلم عن ملائكي وشيطان بالظبط اللي هي من جواها سودا نص الانسان ومن بره ملاك او عامله نفسها ملاك قدام الناس يعني. دي في رساله رسومات تعبيريه دي فيها رساله بالظبط شمعة تحترق او الانسان التفكير بتاعه يحترق بالظبط. دي جميل. اللي هو من كتر الضغط انت خلاص بقيت بتحترق فعلا يعني. جميله جدا. دي بنوتة عادية يعني ايه حالة استرخاء. ايوه جميلة. ده برضو ولد عادي اللي هو من على اليوتيوب عجبني رحت رسمية. لا حلوة تفاصيل مظبوطة ومرسومة صح جميلة جدا. في تاني في ثواني في دي اللي هي اتعرضت على الشاشة زي اللي اتعرض. اوكي اللي اتعرضوا دول كل يبقى دي بس دي لسه ايه ما اتسرفلتش اللي هو ما لسه بتجهزيها. يعني دي لسه ما اتظبطتش قوي فتحس ان هي ملطشه شويه يعني. ده شخص حي برضو نفس الشخص اللي كان في الصوره رسوماته كتير ما شاء الله بالظبط كده جميل. ومعايا دي اللي هي برضو اتعرضت بسم الله. الكاميرا في بس لوحه مسويني عايزه بس هي لسه ما خلصتش مني بس صراحة يعني هي جميله جدا يعني. اذا حضرتك تفتحها معايا هي بالعرض ولا بالطول؟ هي بالطول. هي شجره ماشي شجرة. امسك انت من تحت وانا امسك من فوق. قدامي هي نعرضها نعرضها بالجنب. دي شجره لسه بتجلى. دي هتبقى رصاص بس ولا الوان معاها؟ دي لا دي رصاص بس رصاص بفحم. رصاص بفحم جميل جدا. من الرسم بقى نرجع تاني للشعر. اوكي هتقول لنا قصيدتي. انا اولا عن الشعر اللون اللي انا بميل ليه بميل للون الغزل. شعر الغزل بكتب في كل الألوان. الانواع بالظبط. موهبة شاملة ما شاء الله عليك. بس الاكتر اللي انا بميل له او كل قصيدي فيه شعر الغزل سواء عن الراجل او عن الست. طب سمعينا كده قصيده. اوكي في اتنين ابدا باني واحده اي واحده ده بالاولى اتفضلي. اوكي بحبك وفي قلبي كتير اقوله في بعدك عني بحلم في يوم اطوله بتمنى لقاك وشوقه بتمنى في يوم اشوفه واتمنى ان اشوفك واسهر الليل في شوقك واسرح في حضن عيونك واسرح وادوب في هواك ده انا قلبي ده مشتاق لو فكرت يوم في صفاتك مش هيكفيني وصفك في اقل من كتاب ده انا دايما مشتاقه اليك ما اقدرش اعيش بعديك ده انا قلبي ده يغنيك ويصح الكون على كلمه بحبك ما اقدرش اعيش غير بيك ده حضنك بيحتويني ده حضنك بيحتويني وانا اليك ويزيد الشوق في عينيك ده قربك بيدفيني قربك بيدفيني وبعدك بشتاق له ليالي ده انا قلبي سهران ليالي بيفكر فيك يا غالي ده انا قلبي ده انا قلبي ده كان حزين شافك دق حنين ده انا بحلم اني في خيالك ولا اجي خطفه ولا واجي خطفه على بالك واقول لك باعلى صوتي اني مشتاقه لك. يا منى هتقول لنا قصيدتي تاني دلوقتي ولا نستنى شويه؟ اتفضلي دلوقتي. القصيده الثانيه؟ محضراها ولا؟ محضراها. اتفضلي. بس الاثنين ورا بعض كده اختم بيها. اتفضلي. اوكي ماشي. عشان فاضل دقيقتين على الانتهاء فاختام اتفضلي. اوكي ماشي. القصيده الثانيه فسحه. اوكي.
دقيقة. انظر لعينيك، انظر لعينيك انسى الشقاء، فأنت لكل مرض شفاء، إلا قلبي مريض بحبك وليس له دواء. فأطلب منك الرجاء لكي تبقى معي، فليس بيننا انتهاء، فأنت الدواء لكل داء، وبدونك سيصبح العالم مليء بالبلاء. فأنت تبدو، فأنت الدواء لكل داء، وبدونك سيصبح العالم مليء بالبلاء. فأنت تبدو كوردة، فأنت تبدو كوردة تنير العالم، تنير العالم في جميع الأنحاء. فعندما يراك القمر، فعندما يراك القمر ينظر إليك باستحياء، ينظر إليك باستحياء خجلا، خجلا من تلك الجمال والنقاء. أنت من علمتني معنى الصفاء، فأنا أحبك، فأنا أحبك وأغرمت بك، فأنا أحبك وأغرمت بك بكل ولاء. فعندما أنظر لعينيك، فعندما أنظر لعينيك أرى نور، أرى نور يشع من مقلتاك. فصارت الشمس غائبة، فصارت الشمس غائبة ما دامت تشرق عيناك. أنت بهجة زماني، أنت بهجة زماني من ليلي لنهاري، أنت بهجة زماني من ليلي لنهاري. أنت من شوقت قلبي ليلا ونهار حتى أصبح قلبي متيم بالغرام. أنت من شوقت قلبي ليلا ونهار حتى أصبح قلبي متيم بالغرام. فمهما قبلت من البشر، فمهما قبلت من البشر لا يعوضني أحدا عنك، فأنت أصبحت معنى الوفاء. شباب وجهها كلمة للشباب، دموا مواهبكم، ما تسمعوش لحد، أي حد يحبطكم ما تسمعوش ليه كأنه مش موجود، استمروا أنتوا اشتغلوا على نفسكم. بشكرك يا منة. وكنت في رسالة شكر عايزة أوجهها. اتفضلي. عايزة أوجه رسالة شكر كبيرة جدا لماما اللي وقفت جنبي ودعمتني، وكل إخواتي وأهلي في البيت وبابا. ورسالة لمصطفى وطني، أكتر واحد بيدعمني وأكتر واحد واقف جنبي وسندني، وشكرا جدا ليك بجد. وانا بشكرك جدا يا منة، وبشكر عمرو، كنت منورين النهارده. دي كانت ختام حلقتنا النهارده، بشكركم وبشكر كل مشاهدينا. انتظرونا والاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامجكم بين الكلمات.